كنت دوم بفكر انه وصلت على ما ايش بده يصير، شلون بده يستقبلونا، وين بدنا نروح، وشو بده يصير معنا. انا اسمي مصطفى، عمري 14 سنه وجاي من سوريا. حاسس حياتي حلوه يعني، مبسوط فيها، تحس فيها امان. بس ابوي بعراق، اختي في وحده بسوريا كمان بعيده عني. دوم بقول يا ريت لو هون، يعني ليش افترقنا؟ الرفقات عندي وراحت على المدرسه، هلا انا بين اللاجئين. بس لما بطلع على الفرصه يعني بحكي مع الالمان، ورفقاتي اوقات بقول لهم يعني احكوا الماني، بنحكي مع بعض الماني تعلم. الالمان هلا بس بيسالون من وين انت وشو اسمك، فتشهم حقهم. يعني حتى لو انت يجوا غربة على دولتك، يعني بتقول ليش اجوا، مشان شو مثلا؟ يعني باقي انت هلا انت تكون تجي وتفجر حالك، ما بتعرف شو بده يصير. وهن هيك بخافوا، بخافوا كثير من هالشغله. بخبره ان انا جاي من سوريا لانه في حرب. نحن بشر وانتو بشر، والارض يعني الله خلقك على الارض، مو ما قال لك هي ملكك، هي مو لك لحالك، لكل العالم، مو للدوله ولا لدولتين، هي لكل العالم.